تخيل أن تمتنع عن الاغتسال طوال رمضان، أو أن تمتنع عن تغيير ملابسك أيضاً، ولما لا أن تكف عن تناول اللحوم دون سواها؟ بين صوم رمضان وصوم أربعاء الرماد، ماذا تعرفون عن الصيام في الديانات؟ على غير العادة، تزامن رمضان هذه السنة والصوم الكبير في الديانة المسيحية، فيما اليهود أنهوا صوم إستير منذ أسابيع. اختلفت الديانات وظل المشترك قائماً لا غبار عليه، حيث العبادة لله الواحد، فالمقصد من الصيام واحد، مقاومة إغراءات الشيطان، فيطول مدة 40 يوماً في الديانة المسيحية، تبدأ من أربعاء الرماد في فبراير، وتنتهي أحد الفصح في أبريل. دين واحد ومذاهب شتى، بين صيام تام وجزئي، لا خلاف بين المسيحيين حول الإمساك عن أكل اللحوم والألبان، وفي سبيل التأمل في آلام المسيح، يتكلل الصيام في الديانة المسيحية بالصلاة وأعمال الصدقة وطلب التوبة، أقل وقتاً وأكثر صرامة. ذاك حال الصيام في الديانة اليهودية، 6 أيام صيام في السنة، يومان منها يمنع فيهما الفرد من الطعام والشراب، بل أيضاً من الاغتسال وارتداء الجلد والتعطر وممارسة الجنس، فيما الأيام الأربعة المتبقية صوم طفيف. في دين محمد، هو ركن من الأركان الخمسة، يصوم المحمديون برؤية الهلال، يمسك المسلم عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اختلفت القبلة واستقامت الغاية، تهذيب للنفس وتعفف، تقرب من الخالق، واستشعار للنعم.